السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية ونحن في المحاضرة الأخيرة بودي أن أشكر الأساتذة رئيس الجامعة والعمداء والإدارة بصفة عامة الذين اقتطعوا من وقتهم الثمين كي يقدموا لي العون في أداء هذه المهمة. والحقيقة أنا يعني استمتعت بتدريس المادة لهذا السبب، بمستوى الحوار الراقي اللي كان يدور في المحاضرات، واللي أرجو أن يكون رقية أو مستواه الراقي كان على حساب الأكسيسيبيليتي أو تيسر المادة للطلاب. وآمل أن الدكتورة الوجين أن تعين في هذا الأمر. لا يفوتني أيضا أن أشكر الأستاذ محمد الغناي، حقيقة التزامه الجهد الذي بذله في التسجيل في المونتاج، يعني في بعض الأحيان أطلب منه أن في كلمة زرقت مني بشيلها، وهذا يتطلب أنه يشوف المحاضرة كاملة. غير ذلك كان باستمرار يوثق عن طريق الجوجل، فإني لما نقول اسم فيلسوف أو عالم لافوزيه أينشتاين نيوتن حتطلع الصورة تحت بتاريخ الميلاد والوفاة، نقول اسم كتاب Structure of Scientific Revolution تطلع صورته، نقول Paradigm يطلع لي الأصل اللاتيني للكلمة. فالحقيقة بذل المجهود الاستثنائي، وباسمكم جميعا أتقدم بالشكر له. نحن بدورنا دكتور نشكرك أيضا، يعني نحن حقيقة استمتعنا بالمادة العلمية واستفدنا بالتأكيد، وأعتقد أن من الضروري والمهم جدا التأكيد على أهمية هذه المادة. احنا في هذه الجامعة يعني منذ أن بدأت ومحور اهتمامها في الارتقاء بمستوى التعليم، لأن هدفنا هو تخريج كفاءات قادرة ليس فقط على مواجهة أعباء الحياة ولكن الأنية، ولكن أيضا إعدادهم للمستقبل. نحن نرى بأن هؤلاء الطلاب هم من سيعمل 40 سنة القادمة، اللي بالتأكيد حتكون مختلفة عن ما نحن فيه الآن. واهتمامنا باستراتيجية التعلم والتعلم الذاتي المرشد كان بالتأكيد كان لها يعني دور مهم في الارتقاء بمستوى التعليم لدى طلابنا. هذه المادة كونها متطلب جامعي كل طلاب الجامعة لابد أن يدرسوه لأهميتها، وإحنا بالتأكيد يعني نؤكد بأن قدرات الأستاذ وإمكانياته جزء أساسي وعنصر مهم في أن هذه المادة تدرس. احنا فخورين جدا بأن الدكتور نجيب معنا في هذا العمل المهم. هذه المادة اللي من شأنها أنها تغير نمط التفكير، قدرة على التفكير وعلى أن يعني نتغلب على الثقافة السائدة، واللي يعني لا شك في أن التلقين والتحفيظ هي كانت الأساس في تنشئة الطلاب وتنشئة الناس بشكل عام. يعني احنا بالتأكيد ضد المقولة اللي تقول اطفي نور عقلك واتبعني. نحن مهم جدا ان يكون لدى طلابنا القدرة على التمييز وعلى التفكير، لان احنا نتوق تماما لان يكون لدينا قدرة على انتاج المعرفة، ولدينا قدرة على مواجهة تحديات الحياة، لدينا القدرة على ان يكون فيه ابداع ويكون فيه ابتكار. هذا راه مهم جدا، يعني احنا لن نستمر دائما مستهلكين للمعرفة، لابد أن نساهم في المعرفة. ولذلك احنا نعتقد بأن تدريس العلوم التقليدية مهم جدا بالطريقة الصحيحة، لابد أن تكون كما أسلفت، ولكن أيضا القدرة على التفكير وعلى الإبداع وعلى التحليل مهمة جدا لدى الطلاب. واعتقد أن طلاب وخريجي هذه الجامعة بهذا المستوى سيكون لهم دور وسيكون لهم مكان. مرة أخرى أشكر الأستاذ وأيضا الفريق المصاحب له اللي
يعني لأول مرة في الجامعات الليبية تدرس بهذا الكم بهذا العدد، وأتمنى أنها تطبق في كل جامعات ليبيا. شكرا دكتور. شكرا دكتور محمد، والشكر موصول للجميع. ذكر الدكتور محمد أن هذه المادة تسهم في تغيير طريقة، يفترض أن تسهم في طريقة تغيير أو تغيير طريقة تفكير الطلاب. وأنا بودي نضيف أن التغيير المفترض ده يكون منتل فقط، مش ذهني، مش في آلية التفكير فقط، بيكون behavioral، له علاقة بالسلوك، بيكون normative، له علاقة بالقيم، قيم الاستقلالية وحرية التفكير والتعدد، وله علاقة أيضا بالcognitive، بإثراء الرصيد المعرفي الثقافي العام. ولذلك أنا أعتقد أني ما لم أكن أسهمت ولو جزئيا في إرهاف الحساسة اللغوية والمنطقية والمفهومية، بمعنى جعل الطالب يستشعر الفروق الدقيقة بين الألفاظ وبين المعاني، ما لم أنجح في ذلك فأنا لم أؤدي مهمتي كما يجب. ويمكن للطالب أن في نهاية هذا الفصل أن يسأل نفسه الوصايا اللي كنت أحاول تأكيدها. لما نقول لك أنت تحاول دائما أنك تكتب، بحيث أن لأن الكتابة حتعبر عن الجزميات اللي عندك، عن ميولك إلى آخره، وأن العوار اللي في تفكيرك مش هتكتشف إلا لما تكتب. سؤال، هل فعلا أخذ بهذه الوصية؟ هل فعلا الطالب بدأ يكتب ويبحث في روحه وينتقد في نفسه؟ يعني هذا مؤشر. سؤال ثاني، هل حرصت في كتابتك على تجنب أدوات التوكيد، وتمت تستخدم في لعل وقد وربما، وإلا ما زلت إطلاقا ولا ريب إلى آخره؟ هل حدث أنك بدأت أكثر استعدادا لتغيير آرائك، ولا ما زلت متشبث؟ هل أنت ما زلت مع الترديد الكليشيهات اللي تردد دائما لما تناقش أي قضية، في دائما أجوبة جاهزة، وإلا بديت لا تتفكر؟ هل تهاجم صاحب الرأي بدل ما تهاجم الرأي نفسه؟ وهذه يحتمل الأغاريط نناقشها الآن، وهذه عادة كثيرا ما تسود في المجتمعات المتخلفة. أشياء من هذه القبيل هي مؤشرات إلى أي حد أنت أفدت من المادة. طيب، اليوم طبعا حنناقش قضية قد تكون قريبة من طلبة الطب أكثر من غيرها، ولكن في نفس الوقت أترك لكم الخيار في اختيار غيرها. يعني أنا كاتب على الصبورة يوثنيزيا أو يوثنيزيا، وكاتب أيضا ناشونال ايدنتيتي، وكاتب ممكن أخرى نفكر في الناشونال كاركتر، الشخصية الليبية ولا الهوية الوطنية ولا اليوثنيزيا. أي قضية تحب ذو أن نطرحها في هذا الصباح برفع الأيادي؟ من معاه يوثنيزيا؟ واحد فقط. من مع الناشونال ايدنتيتي؟ ثلاث. معقولة؟ من مع الناشونال كاركتر، الشخصية الليبية؟ محمد. ها؟ المتوي معاها لا، مع نقاش. نقاش فيها. اوكي. هي انا كنت اتوقع انه حيكون اليوثنيزيا، صح؟ ما هو لأن الطلبة أحيانا عندنا يديروا في ديبيتس، وعندنا بعض المفكرين بخلوا فيهم يتطرقوا، يعني عندهم في مكانات يتطرقوا لهذا. وهذا 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 أدعى إلى نقاشة، لأن السؤال كيف يتم التطرق إليها؟ أوكي، خلينا نحكي شوي على تونيزيا، أوكي، سريعا، وبعدين ممكن نحكي على أوكي. طبعا تترجم عادة القتل الرحيم، وأنا زي ما قلت من قبل التعبير غير موفق، القتل لا يكون رحيما إطلاقا. فأنا نستعمل في القتل
رحمة. القتل رحمة أخف شوية. أوكي. طبعا اليوثنيزيا أو القتل رحمة أنواع. يعني في اليوثنيزيا الأكتف العاملة وفي الباسف الخاملة. العاملة أنك أنت قتل المريض باستخدام جرعة، والخاملة إيقاف العلاج أي تركه يموت. أوكي. وطبعا في يوثنيزيا إرادية وفي لا إرادية. إرادية بمعنى أن تطلب من مريض على وعي كامل بقرار مستنير متبصر. أوكي. طبعا في حالة يسمون فيها الميديكلي أسيستد سويسايد اللي هو الانتحار المعان عليه طبيا. هذا واضح أنه إن نوع من العاملة والإرادية. خلينا نسأل السؤال، هل في فرق بين أنك تسل سبينة وبين أنك توقف عليه العلاج؟ بين اللي يسل سبينة قاعد يقتل، الآخر مش قاعد يقتل، قاعد يتركه يموت، هل في فرق؟ والله واحد في أعتقد أنه في فرق. كونك أنت تترك يعني تترك توقف عليه العلاج، هذه تتركه يعني لله عز وجل، أنه بعدين يتولاه يعني ممكن يعيش ممكن يعيش ممكن يعني يقعد فترة أطول ما تعرفش يعني، هذه مخليها يعني. لكن لما أنت حددت اللحظة المحددة للموت، لكن الأخرى ممكن أجلتها شوية. أجلتها أيوة. خليتها يعني طبيعية. قد يكون الفارق ضعيف، يعني مثل الفرق بيناتهن هو فقط مسألة التوقيت، هذه يعني مش كريتيكال. الحاجة الأخرى يعني مثلاً مرات المريض يطلب بأن إذا دخل في نوبة قلبية أن لا يتم إنعاش القلب، هو فعلاً أنك أنت كأنك أنت أوقفت العلاج مساعدة داخل، لكن هذين كلهم مجالا حدة من هذا كله يعني كأن التوجه السلبي اللي أكثر حدية هو العامل تعطيه ليثال دوز يعني تعطيه جرعة مميتة من دواء معين. تفضل. هو في دين آر اسم فيها دين آر اللي هو don't resuscitate policy. دين آر policy don't resuscitate. don't resuscitate. نعم don't resuscitate. لما يكون وقت تحصل القائمة موجودة حتى عندهم المستشفيات والبعض يعني مش كبوليسي، لكن في الواقع هناك الواحد عنده ترمينك كانسر خلاص كانسر ترمينك خلاص توصل لمرحلة معينة تقول إن العلاج اللي تعطي فيه ضرر أكثر من نفعه، ضرر أكثر من نفعه وممكن مش حيغير الأمور، فيتم بالاتفاق مع العائلة ومع الشخص نفسه وغيره يختار هذا الخط ويتحول إلى الباليات الثيرابي اللي هو معالجة الألم ومعالجة الثاني، لكن خلاص يعني متفقين على هذه رحمة يسموها رحمة رحمة هذه الثانية حسها يعني من يومين انك انت اللي اللي جردك وخلاص من يومين بس ما ايش حاجه يعني حتى ولو كانت اختيار الشخص. نعم هو في من يقول في فرق من الاثنين، الفرق قانوني مش اخلاقي، لكن اخلاقيا ما فيش فرق. بمعنى هو يقول لك تخيل ان واحد حيارث طفل صغير هو الوريث الوحيد نتاعه، اوكي، فجاي يخش عليه وناوي يقتله، هي قاعد في الحمام فخش عليه بغرقه في اللحظه اللي هم به بذلك العيل الزلحق
وتم يشوف فيه موت قدامه فتوقف عن إنقاذه. يقول لك شوف أنت القصد واحد، نتيجة واحدة، يبقى إذا كان في فرق فهو فرق قانوني. ولاحظوا أن في حاجة يسمون فيها الأوميشن، الأوميشن اللي هو الفعل بالترك. نعم اكزاكتلي. حتى في ديننا الإسلامي الحنيف راه الترك يعاقب إليه، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إلى آخره. لاحظوا أن في اليوثنيجيا عندنا إثيكال ديليما. إيش معناها إثيكال ديليما؟ إيش معناها مأزق أخلاقي؟ معناها عندك مبدأين كلاهما أخلاقي لكنك مجبر على التضحية بأحدهما. يعني أخلاقيا الطبيب مجبر أن يسكن الألم، هذا واجبه، ومن واجبه يحافظ على الحياة، لكن أنا ما يقدرش يدير وحدة إلا بضحي بالآخر، ما يقدرش يدير الاثنين. فطبعا هنا يقع عيش الإشكال. الحاجة الثانية وهذه راهو الرؤية الحديثة في الأخلاق، ما اشتم فيلسوف الأخلاق وظيفته يعطيني النظرية فيما ينبغي على الناس أن تقوم به، هذه قديمة، ده شديد هو فلسفة الأخلاق، وهذا اللي يفرق به. يبقى يجمع في الحقائق الواقعية الإمبريكال اللي متعلقة بالموضوع ويعطي البدائل ويوري كل واحد انك رأيت لو خليت البديل هذا راه عندك مشكله كذا وكذا وكذا، ولو خليت الثاني وهكذا. كان تذكروا في الاعدام مثلا، في الاعدام يقول لك شوف في حقيقه تقول ان راه الاعدام ما يردعش، هذه امبيريكال. فبالتالي انت اذا كانت تقول انا افضل الاعدام لانه يردع راجع نفسك، واضح الفكره؟ يعني يعطيك وقائع، الوقائع لا تحل الاشكال، عمرها ما واقع تحل الاشكال الاخلاق، لكن كانها تضع في قيود على الحلول المطروحه. ايضا في مساله القتل رحمه، في حقائق لم يعرفوها، يعني مثلا لو شفنا الدول، والكلام هذا قديم شويه الحقيقه، يعني نحكي على احصائيات 2004، الدول اللي تسمح بالقتل رحمة الخامل اللي هو دح ويموت، حنلقى أوريغان ولاية، وحنلقى المجر، وحنلقى هولندا. المجر وهولندا يسمحوا حتى بالأكتف في شروط معينة، في ظروف معينة يسمحوا بها. أوكي، طبعا لاحظوا أن هولندا فيها نظام صحي متقدم، وأيضا فيها التأمين صحي متقدم، ووسائل تسكين الألم في أوجها، ومع ذلك 4000 حالة يوثنيجيا كل سنة بعون الأطباء. هل إيش خليك تقول شوف النتيجة، أن راه اليوثنيجيا مش فقط لإيقاف الألم، لا، في قضايا أخرى، في إيقاف القلق والخوف من الموت، في إيقاف الشعور بالوهن، في إيقاف، وهذه مهمة جدا، أن تكون موضعا للرثاء، للشفقة. في ناس تكبر عليهم أنفسهم، يقول لك أنا مش الناس يحبوني هيك، بصرف النظر ألم ولا لا، من بيمشي يحبوا شكلك، تشوفوا أسباب أخرى كانت خفية علينا، نحسبوا قصة ألم بس. أوكي؟ في مسألة أخرى مهمة، راهو في الدول، في دول كثيرة تمنع فيها اليوثنيزيا، ممنوعة قانونا لكنها تمارس في الخفاء،
وبالتالي قد تكون في شرعنتها وتقييدها بديل أفضل. هذه أيضا مسألة مهمة. لما يكون سبب احنا فيه فيجيتيف لايف، نعم، المريض وصل الى فيجيتيف لايف، تحصل مثلا في الاطفال اللي عندهم الحاله النباتيه ولا لا؟ الحاله النباتيه، نعم، هو لا يسمع ولا يحل ولا يعقل، مجرد ياكل بس حي حي، ياكل ويشرب، هذه فيجيتيف لايف تنقسم كيف؟ انا ما فيش الم، هذا؟ انا ما فيش الم، ما فيش الم، نعم، الشفقه ما فيش موجود عندك اطلاقا، فهمتني؟ حكاية إن ينتظر الموت اهتمام، ما عندهش ما يقدرش معقوله، لكن ما فيش حاجة عنده يضر حد، ما يضرش في حد، لود على الآخرين، لود على الآخرين، فرصة إن هو يصير منها ما فيش، فقصد أن كيف هذا الموضوع أعقد، صحيح صحيح، أعقد بكثير من الـ وعلى فكرة كانت عندنا حالة في بنغازي كثيرات لا نحكي لحالة 12 سنة بهذا الشكل. بس فعلا هذه نقطة مهمة جدا. لو جينا للدين، طبعا الإسلامي واضح لا يسمح بهذا الأمر، المسيحية الكاثوليكية تسمح بأنك تعطي جرعات مسكنة حتى ولو كان في احتمال أن تؤدي للموت، عندهم هذا الأوبشن. أوكي، طبعا في حقيقة أيضا بناخذ اعتبار أن من 70-90% من حالات السرطان المتقدمة مصاحبة بألم لا يطاق، هذه أكت تتعامل معها. أوكي، وجيش تقول لي لا أنا ضد اليوثنيزيا لأن ما فيش ألم لا يمكن التحكم فيه، لا فيه حتى بدون متقدم، تالي لما تأخذ موقف خذ هذه في اعتبارك. شوفوا الفكرة، ما نفرضش في أي رأي أنا، لكن بقول لك تفكر. اوكي، في دافع اخر مش يوثنيزيا هي، لكن بفت الامر هي كذلك، يعني انت لما تكون عندك فاسيلتيز محدوده، مثلا فنتليترز عدد محدود، نعم، وكلها مشغوله، وجاء مريض اخر شاب يحتاج إلى تنفس صناعي، فالخيار تقول والله فيه واحد من اللي شغلين الفنتليترز مثلا شخص كبير في السن يعني كم بالعمر؟ يعني تحول الفنتليتر وتخليه يموت وتحط للشاب صغير، ما لم تفعل ذلك الإثيكال ديلما، يعني إذا لم تقم بذلك حتى تخسر الاثنين، فأنت تقول نعطي فرصة الحياة للشاب الصغير ونترك الكبير. طبعاً نحن عندنا الدلمة الأخرى أيضاً، مش بس في المريض، حتى في التعامل مع أسرة المريض، مرات الأسرة هي أيضاً مبرر آخر دافع قوي في اتجاه الإجراء، يعني مثلاً الأسرة تصر على أن حتى لا تستمر المعاناة والألم والله حتى مجرد دافع، هذا حيكون دافع. وإذا أوقفت مثلا زي حالة المسن هذا، أيضا التعامل مع الأسرة شيء آخر. هو خليني نقول تعليقين، كلام مهم اللي قاله دكتور محمد. لاحظوا شوف موقف النفعية وموقف كانت من مسألة الدلمة متاع المتقدم في السن والشاب. النفعية تقول لك على طول هذا حيفيد المجتمع أكثر. كانت الإنسان قيمة في ذاته، ما تفرقش هذا بالنسبة له، لأن الإنسان حسب على الإنسانية يبدأ ما فيش فرق. هذه نقطة. النقطة الثانية، لاحظوا أن نحن في مجتمعنا أحيانا نطبق في اليوثنيزيا الخاملة بكلمة خلوه يموت عند هذا. ايش معنى خلوه؟ تاع خلاص، يعني ما تدروش لعمليات وتعبوه، لا لا خلوه يموت عند هلا. هذه راي يوثنيزي خامل رغم ما يسموه شك. الحاجه الاخرى، ما ننسوش الاعباء اللي تفرض على الاسره، راهو فاكتور مهم جدا.
والمصري يقولوا الحي أبقى من الميت، يعني حتى هذا عام. طيب دار فيها الإثنية زيادة، وأنا معك تماما أنه ليس الألم فقط، بالعكس الألم هو الحاجة الوحيدة اللي تفسر اللي هو اللي تجمع ما بين اللي يصير في سمينا كيلينج للهيومن وللأنيمالز. حتى في الأنيمالز الهيومين كيلينج ضروري يكون موجود، يعني ما تقدرش تقتل أنيمال حتى لو أنت تستخدمه في الأبحاث إلا بطريقة هيومين عشان ما يتألمش. هذه الحاجة الوحيدة اللي تجمعها من اثنين، يفرق الإنسان في الأشياء الأخرى. جميل جميل جميل. عند القلق صح، حتى الأنيمال حس بالقلق صحيح. بعد إحنا ما نحقنه، إحنا نحقنه نحطوه في التجارب في أشياء واجد في البوزيشن واجدة، بس أنا اللي بديت للمرض وأنا اللي حننهيه، فنحطه في أشياء واجدة كده ما بنقرر نقتله. القتل في حد ذاته ضروري يكون منه ميت. ولاحظوا ان العكس ايضا يصير في مجتمعنا، يعني مش بس الاتيتيود بتاع خلوه يموت عند هذا، عندنا الاخرى اللي هي معقولا يسيبوا تبقى فرصه في العلاج اولموست نل، ومع ذلك لا ما يقولوش علينا سيبوا بوت. اشوف بالضبط. بيش البدائل؟ في موقفين أساسيات في الواقع، ثلاثة نظرية، اللي هو أنا ضدها بيريد، الأخرى أنا معاها بيريد، ثلاثة أنا معاها بقيود معينة. وعلى فكرة ما فيش واحد يقول أنا أي وقت، فهو في الواقع عندنا بديلين. حنشوفوا شنو الأرجمنتس اللي في صالح كل بديل. اللي ضدها حيكون موقف راهو زي موقف نتاع اللي ضد الإعدام، نتاع شوف الله واهب الحياة وحده الذي يحق له أن يستلها. Don't play God. هذا موقف. أوكي. الحاجة الأخرى، الحاجة الأخرى اللي عندهم، أنت تقول أنك نقتلوا الميؤوس من شفائهم طبعا صح، به ومن أدراك أنه لن يستجد علاج ينقذ حياة. ولاحظوا هل شيء قبلها في الإعدام، ومن أدراك أن المتهم يطلع دليل أنه بريء، قريبة منها نفس الفكرة. شوف التناظر. نعم كليشيه، كل كليشيه. نعم لأن الله لم يهب الحياة بس، يهب أشياء ثانية. بالضبط. وما الحياة من أولا. لا وتتذكر في الأرجمنت بتاع الإعدام كان الرد عليها ما الله أيضا هو واهب الحرية، وأنت لا تجد غضاضة في أن تسلب الحرية وتسجد. بالضبط. أوكي. في فقرة أخرى اللي هي أن إماتة الطبيب لمريضه تفقد ثقة المريض في الطبيب، اللي يبقى خايف أن حيجي يوم يستل روحه. أوكي. لن يعود المرضى يثقون في أطبائه. في حاجة أخرى يقول لك شوف أنت إذا صدقت على فكرة أنك تقتل المئوس من شفائهم لن يمر وقت طويل حتى توافق على إنهاء حياة المسنين اللي لم يعودوا يقدموا نفع للمجتمع، وبعد شوية الأطفال المعاقين ذهنيا. أوكي. طبعا الأخرين يقول لك شوف، اولا في حاله اسمها مبدا الاستقلاليه، انا ملك روحي في النهايه، وبالتالي لو قررت وكتبت اني لما يصير لي كذا وكذا سلس بينا من حقي، نوع من الاستقلاليه. اوكي. بعدين الحاجه الثانيه هم اللي دافعوا قالوا تقولوا انتوا هذا قتل والقتل حرام، هذا مش القتل مش دائما حرام، مع عشماوي يقتل عشماوي ولا لا؟ اللي ينفذ في القصاص يقتل، لكن قتل مشروع، فحتى هذا قتل
مشروع لأن عنده أسبابه ومبرراته الوجيهة. أوكي؟ مشروع في ذهنيته هو. نعم. عنده هو. نعم. الحاجة الثانية اللي يقولوا إن هذا حيفقد ثقة المرضى في الأطباء. يقول لك تعال هو أنا مش هو الطبيب يجي من عنده يبيك المريض. هو الأمر بشروطه. هو أصلاً بيكون موافق. وبالعكس ثقة المريض حتزيد في الطبيب لأنه قاعد يعرف أن لو حالته تردت وتم موضع للرثاء حينقضى بقتله. أوكي؟ خليني وقف أنا لأن زي ما قلت أنا مهمنيش نأخذ موقف لكن تبي تعرف البدائل وتبي تعرف الأرجمنت اللي في صالح كل لو حولنا على الموضوع الثاني عشان نغطي ما لم يكن عندكم أي إضافة لو أنت تعرف أصلاً من هذه التعرف أنه هو أنك هو حفر في نفسه تعرف وجه أنه هو يقول أنا حفر استقلالية استقلالية أنا عندك نفسي وأنا مقرر هذه تمشي إذا كان اللي بينفذ الموضوع هو نفسه على أكتف لا مش أكتف على إرادي الإرادي نعم إرادي يقول لي نفذ به به الإرادة والتنفيذ هو. يعني سوسايد أي سوسايد ها نعم أوكي okay. لكن لما يقول أنا أوتونومس وشخص آخر يقول لي نفذ لا لما نطلب منه القرار بموافقة مستنيرة طلب منه ها؟ لكن الطرف الآخر اللي يقول لي هو ينفذ نعم هل حينفذ لمجرد أني أنا طلبت منه طبعا معناها ممكن واحد اللي ينتحر هو يقول لي يقتلني واحد بينتحر مش مريض بك لا يوثنازي ولا غيره مش حنقتل أنا لما يجي واحد يقول لي يقتلني مش حنقتله لكن الطبيب أنا موقع له ان لما سوء حالتي في ظروف معينه هذا مازال استقلاليه مازال قراري اوكي تبوا تناقشوا الناشنال ايدنتيتي ولا الناشنال كاركتر الفرق بين الهويه الوطنيه ولا الشخصيه الوطنيه يعني هل نحكوا على الليبيين شننسى جاياهم وطبائعهم اوكي ولا نحكوا انتمائهم للوطن ها الانتماء شو هو الانتماء لهم؟ نقول الانتماء. الشخصية الوطنية والدين يحكوا فيها لكن الانتماء تحت الحاجات اللي صارها. أوكي. بس الهوية الوطنية. لو عرفناها طبعًا إيش معنى هوية قبل؟ قديمة الوطنية. لأن راهو في هوية شخصية. في هوية شخصية وفي هوية وطنية جذور العلاقة لا شنو هي الهوية الشخصية هي personality شنو هي personal identity تعريف يعني مش معناها ايش مقصود منها لما نقول لك personal identity مجموعة خصائص تميزك انت على غيرك لا هذه الشخصية فردية هذه البيرسونال كاركتر لا مش هذا المقصود لما نقول مشكله البيرسونال ايدنتيتي هي مشكله مجموعه من المعلومات خصائص ما يميز شخص ما دون غيره روبرت هذه هي بيرسونال كاركتر هذه هي مجموعه الانتماءات مجموعه الانتماءات لا لا خل... لا والسؤال راهو فيلسوفيكال اكثر منا لكن لو تفكر فيه محير ممكن ذكرتها من قبل صبري في هذا اليوم ايش علاقته بصبري من 19 سنه محدوده مش لا وصبري من 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 40 سنه صبري هو عمره 3 سنوات وصبري توه شو المشترك بينه لا نشوفه الجسد تغير الخلايا تغيرت التفكير تغير العواطف تغيرت به لماذا نعتبر صبري هذا هو صبري هذاك ولماذا نعتبر صبري اليوم حتى
اوكي مسؤولا مسؤولا عن اللي دار صابري من 7 سنين اوكي اللي ما تغيرش الجينات بتاعك. عادل قال لي حتى الجينوم حتى الدي ان اي يا شيخ يتغير اوكي. يبقى هذا السؤال وراه السؤال مش فقط في البشر حتى في الاشياء. معطيك مثال سفينة طالع بها واحد وهو طالع كل مرة يغير في طرف لما وصل كان مغير جميع الطرف كل مرة يستبدل فيه مرة سارية مرة لوحة مرة لما وصل هل وصل في السفينة نفسها؟ حتقولي نفسه طالما التغيير تدريجي. أقول لك بيت تخيل التالي تخيل قاعد واحد وراه والطرف اللي يعزقه يشيد به سفينة أخرى وين السفينة الأصلية؟ شفت القضايا؟ مسألة أن هذا هو هذا مسألة معقدة جدا لكن هذا فلسفيكال أوكي؟ فلسفيكال ها؟ في يقال ان الميموري المعلومات لا تزول الذاكره بتاع الشخص لا تزول اللي يحصل من الوقت الريتريفر انك تطلع لكن الريتريفر لكن هي موجوده لكوناتها هذا يا عادل هذا يا عادل جون لوك بالحرف الواحد قال اللي يخليني انا صبري اليوم صبري من 30 سنة الذكريات الوحيد وعشان هيك انت لما تمسح ذكريات واحد انت مسحت شخصيته ولو زرعت فيها ذكريات واحد ثاني جبت شخصية اخرى اوكي. خلينا نمشي الهوية الوطنية لها. شنو الهوية الوطنية؟ ايش معناها؟ شنو تعريفها؟ راهي الهوية الوطنية هالكلام الغليظ الكبير عليها راهي في النهاية هي شعور شعور feeling شعور بالانتماء اوكي وشعور بالانتماء الى جماعة ما به. ليش ما الذي ولد هذا الشعور لدى شخص ما بالانتماء الى جماعة ما؟ المشتركات اللي بينهم اللي يسمى مقومات الهوية تاريخ اللغة الدين مشتركات اللي بيننا هي اللي خلتنا ننتمي لهذه الجماعة. باهي لو جينا للتأصيل حاولنا نأصل الفكرة منين جاي أصل في تأصيل الأثني اللي يقول شوف راه هوياتنا بعدد أعراقنا ومش هيك بس راه في أعراق أسمى من أعراق. هذا التأصيل الأثني الجنس الآري مثلا. باي في تأصيل أخرى في تأصيل تطوري evolutionary يعني إيش؟ يقول لك شوف ما تكبرش الموضوع راه الهوية هذه عبارة عن آلية دفاعية تطورت عبر التاريخ مش عند البشر حتى عند الحيوانات. نحن ننتمي إلى قطيع باش يحمينا بحثا عن الحماية يديروا فيها معلش الكلاب ويديروا فيها البشر. الموضوع ما درهش حاجة كبيرة. في تأصيل ثقافي اللي يؤكد في الهويات وتعددها انطلاقا من مبدأ أن الجنس البشري لا يزدهر إلا بالتنوع. ضروري نختلفوا باش نزدهروا لكن تمينا قطيع واحد هذا يكون على حساب الازدهار والتقدم الآخر مثلا. وفي تأصيل اللاهوتي أو الديني في هوية واحدة شريعة الله يتحدث في مسلمين وفي دار الإسلام ودار الكفر أو دار المسيحية ودار الكفر ما تفرقش لكن اللي يحدد هويتك دينك تمام أوكي. هذا التأصيل هذا ليش نبوه هوية تتعدد الهوية
الدوائر الهوية. يعني أنا إنسان وعربي ومسلم ليبي درناوي إلى آخره. لاحظوا وهذه هذه يعني شوية تكنيكال، لكن إذا كانت تبي الأمور يكون واضحة تبي تعرفها. شوفوا هي هو عبارة عن إيش؟ عبارة عن أنا ينمحق أو يندمج في نحن باش ينفصل على من؟ على الآخر. يبقى في ثلاث حاجات، في أنا وفي ليبيين أنتمي إليهم، هذا هو نحن، تمام نحن، وفي آخر اللي مو ليبيين اللي هو الأجنبي، وممكن نكون أنا العربي وبالتالي الأعجمي هو الأجنبي، ممكن أنا المسلم وبالتالي الكافر هو، واضحة؟ يبقى عندنا ثلاث variables. طيب أحيانا الأنا أو خلينا نقول النحن اللي تمثل الأنا يتسع بحيث لا خلينا نبدو أنه يضيق. أنا أنتمي إلى جماعة ضيقة جدا لدرجة أنها لا تتسع إلا لي أنا، يعني أنا وما عنديش نحن، النحن متاعي هو أنا والآخرين كلهم آخرين، كأني أنا ضد العالم كله. لا 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 مختلفة، لا هذا انمحاق مع الدولة، لا هذا انمحاق مع الذات ومغايرة كل واحد آخر. حد يقول لي من يدير هذه؟ من يدير هذه؟ لا في من يدير في. جوركي، ماكسيم جوركي يقول جئت إلى العالم كي أختلف معه. كلا أوكي خلي نقول لك. طبعا في اللي يشيرها الدكتور عبد الله وهو حالة الفوبيا، إكزينوفوبيا، رهاب الأجانب، رهاب الآخر، اللي هو شنو؟ انه يعتقد ان العالم كله يتربص به، الدنيا كلها تدور فيه، الفوبيا هذه. اوكي مش هيك بس، احيانا يعتقد ان حتى هو نفسه يتربص بنفسه. اللي عنده طبعا مش طبيعي. بخلينا نقول كم ناس طبيعيين يقولوا هيك، مش طبيعيين، مفكرين كبار. يعني جوركي مش انسان غير طبيعي، انسان من كبار الروائيين المفكرين عبر التاريخ. شوفوا العبارة هذه ويريد تكتبوها لأن عجبتني. إن الذي يجد وطنه حلوا، جماعة الهوية الوطنية، ليس سوى مبتدئ رخو. عارفين معنى مبتدئ رخو؟ بالليبي بلبول. أوكي. إن الذي يجد وطنه حلوا ليس سوى مبتدي الرغم. والإنسان القوي هو الذي يعتبر العالم بأسره وطنا له. أما الإنسان الكامل فذلك الذي يعتبر العالم غريبا عنه. الإنسان الكامل. نعم. هذا المثال. اوكي. هذه الحالتين حديات. الحالة الأولى شنو؟ أنا وكل. الحالة الأخرى الحدية، الأنا مش تضيق، تتسع. بحيث مش تشمل الوطن، تشمل العالم كله، تشمل الإنسانية كلها. شنو الهيومانيزم؟ الإنسية. إيش معناها الإنسية؟ أنا إنسان
وأي إنسان آخر شقيقي، لا وطن لا دين لا عرق لا. شفتوا كيف الآن اتسعت؟ اتسعت حتى شملت من؟ البشرية قاطبة. في أكثر من هيك؟ في الهيلويزم. أنا جزء من الكون، مش الحي ولا البشري، كلا ما فيش أي فرق بين البشر والحيوانات وحتى الجماد، ما فيش فرق أخلاقي. شفت التطرف؟ أوكي. لكن لو جينا للاعتدال مش حنلقى؟ حنلقى في هوية مكانية، أن تنتمي إلى مكان بعينه. قد يكون هذا المكان مدينة، قد يكون ليبيا، قد يكون عرب، وقد يكون الأوروبا، الاتحاد الأوروبي راه منتمي لأوروبا كلها، لكن مكان، هذه نوع من الهوية. وهناك من ينتمي إلى زمان، السلفية راه منتمي إلى زمان سالف ماضي، والحداثي منتمي إلى زمن العصر. قد تكون عرقية إثنية، أنا أمازيغي ما ليش العلاقة لا بالإسلام لا ببشرية، أنا أمازيغي ولا أنا عربي. وفي هوية جندرية، الحركة النسوية تؤكد في انتماء للمرأة. أوكي تمام. في أيديولوجية، انتماء إلى فكر معين. ها؟ يعني قد تكون مثلا حزب معين ماركسي إسلامي، المهم أيديولوجي فكر. وفي اللي ينتمي إلى لغة، أنا لغتي هوتي لغتي. مش عارف إذا كان قلت البيت متاع أدونيس، لست ما شئته، لست ما شئته، يعني أنا مش كيف من بروحك، لست ما شئته ولست ما لا أشاء، ليس لي وطن، ليس لي سيرة غير هذا التشرد بين حروف الهجاء، لغتي أنا بقي مش علاقة. أوكي. خليني بش نلملم الموضوع شوية اللي يبدو بداية طرطش، لكن ما ننسوش أن نحكوا على الهوية الوطنية. تعالوا الهوية الوطنية الليبية، وراه حنحكي مش على ليبيا فقط، على المجتمعات المتخلفة بصفة عامة. لما نجي لمقومات الهوية ايش قلنا هنا؟ قلنا لغة وتاريخ صح؟ ودين ومنظومة قيمية صح؟ تنتمي إلى منظومة قيمية معينة. لاحظوا أن علاقة الدول المتخلفة بما فيها ليبيا والعرب قاطبة بهذه المقومات، علاقة ماضوية، علاقة ماضوية سلفية. يعني أنا أنتمي إلى ديني الذي ورثته من الأسلاف، ولم أشارك في تجديد خطابة. أنا أنتمي إلى اللغة العربية، لغة الضاد، لغة القرآن التي لا أحسن منها شيئا، أو أكاد لا أحسن منها شيئا، ولم أضف إليها شيئا، بالعكس قاعد نحكي في لهجتي العامية بكل الشواش اللي فيها. أنا أنتمي إلى تاريخي، تاريخي الماضوي به. وهل صنعت أنت تاريخك؟ تاريخ سيء رديء. تاريخنا اللي عشناه نحن، اللي شاركنا في صنعه،
وهذا ليش نحن ديما نحكوا على الأمجاد القديمة؟ لأن ما عندكش باش تقابل أنت الآن. أوكي؟ لما تجي المقومات زي العلم والتقنية والثقافة والفن، تعالوا يا ليبيين شو درتوا فينا ذين؟ هذين بالنسبة للغرب هن المقومات الأهم. الأمريكي يفتخر بعدد الحائزين على نوبل في الفيزياء، الألماني يفتخر بالمرسيدس، الدنمارك والله هي النرويج تفتخر بنوكيا، فنلندا تفتخر بنوكيا، قرية صغيرة رمزها. أنت يا ليبي والله يا عربي بيش تفتخر بهالطب والله بهالتقنية والله بالهندسة والله. آخر حاجة حنقولها بيش علاقة ذلك بالشخصية الوطنية. الشخصية الوطنية أول الفكرة اللي هي الناشونال كاركتر هي طلعت في الأربعينيات الفكرة، والفكرة كانت دول تبي تستعمر دول أخرى، فدزت علماء بيش يدرسوا طبائع هذه الدول بيش يعرفوا يتفاهموا معهم يعرفوا يسيطروا عليها. فكرة استعمارية في الأصل، حديث عن ناشونال كاركتر. أوكي. ثانيا لما نحكي على ناشونال كاركتر ما تخذش بالمعنى الاسينشال، يعني لما نقول من طبع الليبيين كذا وكذا وكذا لا أقصد إطلاقا أن هذا طبعهم وانتهى الموضوع، لا لا، هذين طبائع قد تتغير بتغير الظروف. رغم ما عنديش يعني لو نسب الليبيين معلش في الكلمة مش معناها لو خلاص الليبيين سوف يقوا هكذا دائما إطلاقا، ظروفهم خلتهم هكذا وإذا تغيرت الظروف قد يتحسن. أوكي؟ به وين طلعت أخرى الفكرة؟ الشخصية الليبية طلعت كانت تذكره مع من؟ كلمة هذه العبارات مع من؟ اللي كان رئيس وزراء الحميد بكوش. حميد بكوش أول واحد يقول الشخصية الليبية، قبله قالها واحد آخر عبد الله القويري في دراسة اسمها معنى الكيان، بدأ يحكي عليه لا راهو الليبيين عندهم خصوصيتهم راهو قبل ما عندنا ليش الفكرة هذه. ولاحظوا الحافز أو الدافع، رد فعل المد القومي الناصري، ناصرية مسيطرة قومية العربية. البكوش قال يا جماعة وقبل قويري يا جماعة خلينا نقبل ليبيا، لكن للأسف ما طولش البكوش، قامت الثورة المجيدة وتغير المد، مش ناصري بس ومش قومي بس، بعد شوية حيبقى إسلامي، بعد شوية حيبقى أفريقي، وحيبدأ في تلاعب بالهوية الوطنية. لكن لاحظوا حاجة، بقدر ما حاول القذافي تلاعب بالهوية الوطنية لم يستطع. يعني هل أنتم عمركم شعرتوا والله اليوم عندي انتماء لأفريقيا إطلاقا، والله اليوم انتمائي إلى العرب ولما غير غير ما إطلاقا، لكن القذافي تلاعب بالشخصية الليبية. لأن لما نحكي على الشخصية الليبية نحكي على سلوك الناس وقيامه، هذا عاث به فسادا، لكن هوية وطنية ما قدرش يقربها رغم كل محاولاته. أوكي تمام. لو جينا للشخصية الليبية وحاولنا مع بعضنا كل واحد يقول حاجة، شنو أهم ما يميز الشخصية الليبية؟ ليش؟ عنف. وهذه حديثة نسبيا صح؟ في تاريخنا؟ في تاريخنا عنيفين؟ أوكي. لا استنى أفطن حاجة يا صبري، كويس اللي قلتها. لما نقول لك أعطيني سجاي الليبيين مش معناها الحاجة اللي تقولها لا تنطبق إلا عليهم، لا، هي كلاستر كونسبت، بمعنى إيش؟ مفهوم عنقودي. يعني هذه مجموعة السجايا
قد تجدها في مجتمعات أخرى، لكنها جميعها لا تجتمع إلا عند البين. يعني بعد ما نكمل الليستة هنلقاها تنطبق علينا بس. الانتماء القبلي. نعم، نزع القبلي. جميل. يا سلام. نعم نعم. أوكي. هاي. الترابط الاجتماعي جميل. أوكي. لا بس عشان هيك ما زلنا ما كملنا، خلينا نكمل القائمة قبل وحتطلع عند الليبيين فقط. حتى الالتزام الديني نقول إن فيه شيء. ووسطية دينية. صح، في هذا الجانب. الجانب الصوفي ايضا لو في روح صوفيه عند الليبيين فطريه. اوكي، ايش ثاني؟ تشبث. ها اللي قاعدين نحكوا عليه هنا شخصيه جزميه. ويستنكف. عارفين معنى يستنكف؟ لا لا، ما يفعلش حاجه معينه سيبها والله. يستنكف. يستنكف عن فعل شيء ذلك. يعني يعني لا يفعل ذلك الشيء. بالمصري يستعار. يستعار. شوفوا الكلمة منين جاية. بتشوفوا جمال العربية. وعلى فكرة واحدة من المؤشرات اللي بدنا نحكي فيهن طالب دارها ولا؟ هل الطالب مشال كلمة دورها في القاموس ولا؟ هذا مؤشر آخر. كي. نكفة إيش معناها؟ نكفة. شوفوا شوفوا الدقة. لا وش نكفة؟ نكفة اللي منها استنكفة. نكفة أزاحة بطرف بنانه دمعة من طرف عينه مخافة أن يرى وهو يبكي. في نكفة قص فيلم كام في ثلاث حروف. أوكي. اللي بيستنكف إن غير راية صح، ويعتبر ان التنازل عن رايه نوع من التنازل عن كرامته. هذا ليش عندنا مشاكل في بوزنيق وفي صخيراته؟ كيف انا ثوابت المبدا. اوكي اوكي. علاقه الليبي ملتبسه بالمكان وبالزمان. يعني الليبي راهم من انظف الشعوب في حواشينا. برا الحوش بمترو ماليش علاقة. مش قباس. هذا طبعا شوفوا أثر على البيئة. شوفوا الليبي شو يدير في الغابة وفي إلى آخره. علاقته بالزمان غريبة أيضا. ثلاث ساعات المرأة تطيب في الغداء ويلتهموا في ثلاث دقائق. تلقاه مستعجل ويجري بسرعة فائقة عشان يصل المكان يقعد فيه ثلاث ساعات بيدير في شيء. ايش كمل كسرك. اوكي، غريب علاقتنا بالزمان والمكان. اوكي، لكن القاسمه يا جماعه في هذا كله، قاسمه في الشخصيه الليبيه. وهذا راه كلام موثق في احصائيات دراسات دارها مركز البحوث. علاقته المتوجسه بالغريب. العنصريه. بالغريب. يعني هل تتخيلوا ان لما سالنا والسؤال هذا سؤال في 100 دوله، هل لديك مانع يكون جارك يتحدث لغه اجنبيه؟ هل تعلم ان الاجابه هي أسوأ اجابه في العالم؟ لا في العالم. هل عندك مانع ان جنبك جارك يكون من عرق اخر؟ الأسوأ في العالم. اوكي، غير هيك قيمة العلم والعمل عند الليبيين، وهذه القاسمة عندي أنا، القاسمة. العمل والعلم. العمل والعلم الاثنين. إيش معناها إن الليبي يتعلم عند مفهوم الطالب وولي الأمر؟ نحكي طبعاً على الساعد على الأغلب. حصول على شهادة. أوكي. مهارات لا مش مشكلة. معارف لا مش مشكلة، بدليل أولياء الأمور الحريصين على تعليم أولادهم
مستعد يجي غشه هو شخصيا به تمام. يبقى هذه علاقته بايش؟ بالعلم شهاده. بايش علاقته بالعمل؟ دخل. ما ليش علاقه لا بالجهد. تو يقول لك فلان عنده عمل وش معناه يبذل فيه جهد؟ لا لا لا، ما عنده دخل. طيب ولا يترك من يعمل هذي يعني مش بس ما يشتغل طبعا لا. ولا يترك من يعمل من كل جهه. صحيح صحيح. مش دخل أعتقد أن النظام السابق أهم قيمة ضربها هي قيمة البروفيشناليزم، الاحترافية طبعا المهنية بمعنى راهو المهنية لفظة مشحونة. إيش معناها مهنية؟ معناها انضباط، معناها تدريب، معناها تعليم، معناها مهارات، معناها تراتبية، هذا كله مضروب. طب اوكي تجاوزت الساعه انا معلش يا جماعه. في تعليق اخير صبري تقول حاجه. ناشونال ستاندرد المعايير الوطنيه باهي شنين ناشونال ستاندرد في كل دوله تلقى فيه معايير وطنيه لكل مهنه تمارس في الدوله، كل وظيفه، كل تخصص، كل مجال، كل زي ما تشوفوا الايزو وضع مواصفات قياسيه على كل استفاده في طواعيه الان على كل في كل مجال. الأجل غاية منها إيش؟ تحسين جودة الحياة وممارسة اللي فيها كلها. نعم. على الإطلاق. نفس المنطقة. الآن أسهل إنك تبدأ في فترة فيه. ليبيا. ما فيش حد تسمع فيه على نشر الصادع بالمعايير الوطنية. أذكر في 2012 كان في النصف الخير. وكان إيش مع مجموعة من الدكاترة في الصيدلة. اشتغل معايير وطنية لمهنة الصيدلة. وتم عدد باكج كاملة وبعثناها للطلاب ذيك الفترة في المؤتمر الوطني كان الانتقال ذيك الفترة من أجل أنه يعتمدوا هالمعايير أو يناقشوها ورأي تلتقاهم معايير من مصر من أردن من بعض الدول الخليج باهي من أجل تحسين ممارسة الصيدلانية باهي. فحتى اليوم ما اشترط على هذه المذكرة. فهالمعايير وجودها مهم جدا بشكل وهو وعشان ما نكونوش زي ما يقولوا very pessimistic. اوكي يا جماعه راهو نحن قاعدين في مكان يطبق في البروفيشناليزم بمعايير راقيه جدا حقيقه يعني ما تشوفوا المعايير المطبقه في هذه الجامعه راهو عالميه مش حتى عربيه والله. اوكي نلتقي بعد ساعه ان شاء الله بعد ربع ساعه. اللي حنقوله ان طبعا ممكن بعض منكم مش هيحضر الجزء الثاني. في الجزء الثاني في الفالسيس الاغاليط موضوع مهم جدا، الاغاليط او الاغلطات. اوكي لان هذا من الاشياء اللي عاده يقع فيها الطالب وحتى معلش الاساتذه والى اخره. نشوفكم بعد 10 دقائق.